تشاهدون في عدد اليوم من رادار. الخلاف بين الفنانة ياسمين بالقاسم والمنتج محمد رياض يعود إلى الواجهة. أحلام استغاني تتضامن مع الناشطين في الدفاع عن الحيوانات ورحيل المخرجة الفرنسية أنيس فاردا. مشاهدينا وين ما كنتم مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم رادار اللي يطلع عليكم يوميا من خلال قناتكم نيو ميديا تي في باخبار جديده. نروحوا لاول فقره فلاش نيوز. عاد الخلاف بين الفنانة ياسمين بالقاسم والمنتج محمد رياض إلى الواجهة، والمشكلة التي تعود إلى حفل لمسة الذي نظمه هذا الأخير وحضرت له ياسمين وبعدها انتقدتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مرور للمنتج محمد رياض في حصة تلفزيونية، أكد أن ياسمين جاءت إلى الحفل دون دعوة وخلقت مشاكل فقط لإفساده. ملك بالقاسم أخت ياسمين ردت بنشر الدعوة اللي أرسلها لها المنتج عبر إنستا ستوري، وهو الآخر رد بنشر محادثة صوتية مع يوتيوبر من عنابة ليثبت صحة كلامه. اسمع ملك بالقاسم بغات هي اختها تجي، بصح حكيت لها على ليفالمون قالت لي لو كان غير زعما انفيتوني، دونك اذا زعما مش عارف انتوما جو سي با كومبلي ولا مش عارف باسكو يال فولي فونيغ، مانيش عارف انا سي سي بوسيبل. المهم غدوة ان شاء الله نستنى لانفيتاسيون ولا ما نجيش، انا نقول لك كان يذهبني والو كان يبلاكيوني والو ارواح. فيا ترى متى تنتهي هاد الخلافات بين ياسمين بالقاسم والمنتج محمد رياض؟ نروح الآن لتاني فقرة هاشتاغ. في آخر أخبار الفنانين والنجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية اليوم رح تكون بالكاتبة والروائية أحلام مستغنمي اللي نشرت صورة من الوقفة الاحتجاجية اللي ندت بالإرهاب الذي يمارس ضد الحيوانات، وشكرت كل الناس والناشطين في الدفاع عن البيئة والحيوان اللي ساهموا في هذا الوقفة. لا يوتيوبرز شيرين بوتيلا المعروفة بمادموزيل اس نشرت صورة مع خلفية العالم الوطني، واستنكرت الأحداث اللي وقعت في المسيرة الأخيرة إثر المنشورات اللي نشرتها مجموعة من النساء ضد قانون الأسرة لإثارة الفتنة، كما طلبت من الجزائريين أن يبقوا متحدين ويركزوا على هدفهم. أمل بوشوشة نشرت صورة تجمعها بزوجها تمسي فيها على محبيها ومتابعيها. الفنان محمد بوهزة المعروف ببي ام دي نشر فيديو على الانستغرام للقاء جمعه بالفرقة الكورية بي اي جي، وين كانوا قاموا عفوا بأداء أغنية مع بعض. BMDC. 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 Hello. Wow. 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 Hello. 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 Nice to meet you. Marhaba. What's up, bro? Yo, what's good, brother? How are you, Benji? Right? Where's Benji? Right here. Yeah. Yeah. What's up? اهلا وسهلا. I'm good. How are you guys? اهلا وسهلا. مرحبا بك. بك عايشك. معك فرح ونور من برنامج من اغاني. ضيفتنا لنهار اليوم هي فتاة شابة بالإرادة والطموح ديالها قدرت تخلي بصمة في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد في اليوتيوب والانستغرام. لا بلوغيز نهلة هي ضيفتنا لنهار اليوم، مرحبا بك يا نهلة معنا. مرحبا بك، الله يسلمك، ميرسي، شرفتينا بحضورك. الله يسلمك، ميرسي بوكو. الوغ نهنا احنا وجدنا واحد لا فيديو ديالك وين كنتي تمدي دي كونساي لي في، حبينا نشوفوها مع بعض باش الجمهور ديالك يتعرف عليك اكثر ونعاودو نولو. مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم بزاف 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 بزاف. لا فيديو تاع اليوم غادي تكون اون فيديو سبيسيالمون بور لي في دومونديتوها لي بزاف 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 على لا كونفيونس ان سوا، على الثقه بالنفس. غادي نهضر ارتجاليه،
من القلب للقلب، ماني مبريباري والو. دونك ليدي اللي غادي تجي في راسي غادي نقولها لكم، مانيش مبريباري ولا حاطه نقاط اللي غادي نهضر فيها، غادي نهضر واش عندي في راسي. اول شيء اللي انا تخطيت به، خاطر نفس الشيء انا ما كانش عندي ثقه بالنفس من قبل، نفس الشيء كنت نخاف، نفس الشيء كنت نخاف حتى من الناس برا، دي كو يجي واحد يهضر معايا وهذيك شمال نويت لي وهذه جيتي كوم سا. مثلا كنت ما نقدرش نطلع على ستيج ونهضر، كنت نخاف نهضر، ما يا سيدي ماشي ستيج، ستيج نقولوا فيه بزاف، ما كنتش نقدر نهضر. مثلا نكون مجمعين هكا 3 4 2 ما كنتش نقدر نهضر، ديما جبت روحي حتى انا نحب مي داك جوغ ديك الخوف ديك الثقه شويه مزعزعه. اول شيء باش توثقي في نفسك، توثقي في راسك، باش تكون عندك مكانه مع راسك، مع اهلك، مع اخوانك، مع الوسط تاعك ومع المجتمع، خاصك تقلعي الخوف، خاصك ما تخافي من حتى حاجه، خاصك تكوني قويه، خاص الضربه اللي تجيك تعلمك ماشي طيحك، الضربه اللي تجيك طيحي تعاودي تنوضي، تميلي تعاودي تستشفي. ما خاصش تخافي، ما خاصش تقولي مثلا نو ما عاديش نروح لديك البلاصه خاطر نخاف، ما عاديش نخدم هذه العفسه خاطر نخاف، ما عاديش نروح ندير هذا الكونكور على خاطر نخاف، ما عاديش نافونسي في ان بروجي خاطر نخاف. اقلع الخوف، الخوف حط ماشي حطيه اكوتي، الخوف قلعيه رميه لابوبيل سي بون، ما عاد ما كانش. عودة ليك نهلة، قولي لنا كيفاش حتى صبتي روحك في مجال الموضة والتجميل؟ سيتي با بريفو كاع، ما كانش في راسي، مي ملي كنت صغيرة كنت نحب نبان في التلفزيون، كنت كاع ديجا كان مون غيف اني نكون ممثلة ولا صحفية. كانوا في الدار كيقولوا لي نقول لهم لازم نكون ممثلة ولا صحفية، مي جو ما كانش كاين عندي فرص. مره كنت مريضه، جيتي مالاد، كنت في الفراش نشفى 6 مو وانا في الفراش. ابري قاعده نقلب في يوتيوب نلقى دي في يحطوا لا كاميرا يبداو يهضروا على لبستهم على ماكياجهم على حياتهم، فوالا دي يوتيوبرز اللي ما كنتش عارفتها من قبل. ابري كانت عندنا كاميرا في الدار تاع ما سوغ، جو مسوي دي علي بوركوا با، بديت غير بشويه بشويه. شحال هكاك عند ملي بديتي؟ 2 تقريبا. الله يبارك. عامين. واش دير نهله في حياتها من غير هذا النشاط اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بزنس، قريه اي كوميرس. الله يبارك. كوميرس انترناسيونال. كيفاش تقدري توفقي بين حياتك الخاصه والنشاط ديالك على الانستغرام واليوتيوب؟ في الاول كان شويه عليا صعيب، دايوغ كنت خدامه، حاليا راني تفرغت غير لليوتيوب، ماني ندير فيه والو لانه حايبه نروح بعيد. خلاص قررتي انك تقعدي في هذا المجال؟ ايوا بصح قبل كانت شويه صعيبه لانه لاحظوا الناس، كنت نبان شويه ومن بعد نبعد، نبان شويه ومن بعد نبعد، علاش كان عندي خدمه اللي ما كانوش عبالهم، كنت نخدم ديما، كنت ما قدرتش نوفق. دوكا قلت نو خلاص نحبس الخدمه فتره وندير يوتيوب، وراح ان شاء الله تكون كاينه عمل اللي نقدر نديره اون باراليل مع يوتيوب ان شاء الله. كيفاش قدرتي انك تحققي نجاح في مواقع التواصل الاجتماعي؟ شكون اللي قدم لك الدعم؟ شكون اللي ساعدك؟ في الاول لا فامي تاعي كانوا شويه، كنت نقول لهم يقولوا لنا بركي من الهبل تاعك، ماشي في الديبي. في الاول كانوا يقولوا لنا لا بركي انت يا مهبوله تفوليتو. مي مع الوقت قعدوا يشجعوني، لا بروف اليوم جابتني ما سوغ لهنا وكاع. دونك مي بارون ميم مي زامي ميم كاين دي بلوغوز من الوسط ميم دي يوتيوبرز اللي كانوا ساعدوني في الاول. على بالنا بلا كي توجدي المجموعه خاصه ليك انتيا، منين تنسبيري لي زيدي ديالك؟ واش متاثره بشخص معين ولا مجموعه شخصيه؟ ماشي لبسه المجموعه اللي ماركه تاع كوزميتيك. كنت في الاول كنت حابه ندير ماركه تاع ملابس، وشافوني من قبل رحت لتركيا وبديت نحضر وكلش، من بعد عاودت قلت نو. علاش تراجعتي على القرار ديالك؟ لانه كل الناس قاعد يديروا الماركه جوغ سي فاسيل، حسيت كلش كل براسك كاع لي بلوغوز كاع بلا بلوغوز كاع يديروا ماركه تاع ملابس.
وليت حبست، عاودت حبست كلش، قلت الي بوركوا با نشوف اون مارك كوزميتيك، وعاودت بديت نحب بدي حبست وبديت نشرش على باش ندير اون مارك كوزميتيك. عندي دوكا سي ما ان شاء الله بالك اما تكون بيتي ديري حاجه ما تكونش ماشي دايرينها كامل باش تخصصي. شكون اللي قدم لك الدعم المالي باش راح تطلقي هذه المجموعه هذه المستحضرات؟ يعني ما عندكش سبونسور، ما عندكش جهات معينه عاونوك ولا؟ لا، بمالي الخاص مي بارون اللي عاونوني، اون بليس خدمت اللي كنت نخدم وبديت ما ولا مارك سي 100% تاعي ومعايا ما سور دايور نسمع. درناها كيف كيف، ما كانش ماشي مع الاخت ديالك، بتعاون مع اختي، ماشي ماركه ودير بار اكزومبل باي نهله ولا نو، سي مارك سي سون بروب بروجي تاع بروب مارك. اكزاكتومون. وشنو هو الحلم اللي راهي حابه تحققه نهله ويتسعى له؟ حابه نمثل في ان فيلم. الله نداء لكاع المخرجين كاع السيناريست، نهله راهي حابه تمثل في فيلم، لا ان شاء الله يكون عندك عرض. هذه الحاجه اللي يعني قاعده نخدم عليها ان شاء الله، وحابه اني نطور نفسي اكثر في مواقع التواصل الاجتماعي واني نكون نظهر اكثر. دونك باش نختموا اللقاء ديالنا، حبيناك تمدي ان كونساي لكاع البنات ولا لكاع اللي عندهم مواهب، توجه لهم رساله وتعطي لهم ان كونساي. قول لهم نوباس جامي لي بغا جامي، ما تبقاو مربعين يديكم وتستناو حاجه تجيكم، وحاجه ما تجيب الساهل، اسعوا للحاجه ان شاء الله ربي يحققها ان شاء الله. وحنا نتمنوا لك كل التوفيق والنجاح نهلا، ومبروك عليك الله يسلمك. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحه. مرحبا، يعطيك الصحه، شرفتينا بحضورك. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه. تعيشي. نروحوا الان لويب ستارز. اسمه الحقيقي سمير جغلول من ولايه خنشله، تولد وكبر في مارسي، ولكن هو صديق الطفوله لكل من سوبرانو والونزو. تم اكتشاف الموهبه ديالو من طرف مغني الراب اكيناتون، احد اعضاء فريق ايام، وبعدها شق طريقه الى العالميه باغاني تحصلت على ملايين المشاهدات. الويب ستارز لنهار اليوم هو لالجيرينو. على الانستغرام عنده حساب رسمي فيه 1,100,000 متابع، وهو يتابع 113 حساب من بينهم الإعلامي المغربي مومو بوصحيفة، الممثل الجزائري مروان قروابي، والسناب شاتر غيفكا، وكذلك يتابع الفنان سول كينغ. اخر منشور ليه كان كابتشور على اغنيته في اليوتيوب، إليو، واللي جاوزت 3 ملايين مشاهده في يوم واحد، وهذا المنشور تحصل على اكثر من 52,000 لايك. على الفيسبوك عنده صفحة رسمية فيها 2,000,000 متابع، ينشر عليها إصداراته الفنية الجديدة، مواعيد حفلاته، ومؤخرا ينشر صور وفيديوهات يعبر فيها عن افتخاره بالمظاهرات السلمية في الجزائر، كما أنه ينشر فيديو لزيارته لمسقط رأسه والديها ولاية خنشلة. على تويتر عنده صفحة رسمية فيها أكثر من 95,000 متابع، وهو يتابع 530 حساب، ينشر عليه أغانيه الجديدة ويعمل على ريتويت لمنشورات جمهوره وصفحات الإعلامية اللي تتكلم عليه. وبالفنان العالمي الألجيرينو نختموا عدد اليوم من برنامجكم رادار، نتلاقاو غدوة إن شاء الله في نفس الموعد مع أخبار جديدة، متابعة ممتعة لباقي برامج نيو ميديا تي في. تشاو تشاو.